علي، مباراة كبيرة لك على الصعيد الشخصي، دبل دبل اليوم، أرقام لافتة، وأيضا بطل المباراة، سميتك المغوار أنا اليوم بهالسلة اللي سجلتها. هوبس يعني شوي شوي عم يقدر يلاقي الريتم تبعه. عم بعدنا عندنا مشكلة سايز تحت السلة، يعني لو عندكم حدا لبناني مع سي جي بتقدروا تعملوا شغل كبير. بلشتوا تشوفوا النقاط القوة عند الفرق الباقية، وين بتشوف الفريق هلا بهالمرحلة؟ ليك نحن ما عم نشوف حالنا، يعني عم نشوف الفريق وين بده يروح. نحن عم ناخذ كل جيم باي جيم، بكل انترفيو من أولى عم ناخذها جيم باي جيم، وعم نلعب مثل ما بتشوف من اول دقيقه لاخر دقيقه، فول انتنسيتي بريشر من اول ملعب. هذا الشيء اللي عم خلينا نتوفق على غير فرقه، ونعمل بريشر ودائما عم نروح ترانزيشن اوفنس سريعه، وعم نقاتل لاخر ثانيه. عن اخر سله الف حمد لله الله وفاني قدرت اجيبها، كنت واثق من حالي انه حفوت وجيب هالسله، واهم شيء انه قدرنا نجيب الوين الحمد لله. اكيد عم تنبسطوا انكم عم تلعبوا باسكت بول مره جديده، يعني لاعبين رياضه ولاعبين بيروت كان عنده رسائل باتجاهات مختلفه، اليوم انتم ايضا شو رسالتكم من خلال المشاركه بدوره دبي الدوليه؟ ليك مثل ما شايف البلد يعني كله بازمه كتير كبيره، ما في يعني ما في حل، يعني ان شاء الله لقدام نقدر نلاقي الحلول. مثل ما هلا يعني اكيد الشكر كتير كبير لاداره الهوبس والبريزيدون اللي اعطونا هالفرصه نجي نشارك بهالبطوله، ونضلنا بجو الباسكت جو الجيمات وجو الكومبيتيشن. بتعرف انه زمان مش لاعبين جيمز، الف حمد لله اخذنا هالفرصه وقدرنا نجي نلعب هون، وان شاء الله رايحين بعيد كتير بهالبطوله. ثانك يو لك، الف مبروك.